السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في جرين ويف. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن المشاكل اللي بتقابلنا في رعاية صبار الألوفيرا. جات لي أسئلة قبل كده على حلقات صبار الألوفيرا الموجودة على القناة، إن نمو الألوفيرا بطيء أو إن أوراق الألوفيرا بتتحول للون البني أو اللون البني المحمر. إن شاء الله هنجاوب على كل الأسئلة في الحلقة، تابعونا. اولا، ليه نمو الالوفيرا بطيء وبنلاحظ ان الاوراق ما بتنموش بسرعه؟ في كذا سبب وعامل بيتوقف عليه نمو الالوفيرا. اول حاجه الري، ودي حاجه مهمه جدا. اذا لقينا التربه رطبه او مبلوله، يعني ابص على التربه دايما زي ما احنا شايفين كده، بشوف تربه النبات. اذا لقيتها رطبه بتوقف عن الري والسقي، لان الصبار بصفه عامه مش بيحتاج للميه الكتير، يعني تقريبا احتياجها للميه بيكون مره في الاسبوع في الصيف ومرتين في الشهر، يعني كل اسبوعين في الشتاء. بختبر التربه دايما كده بصباعي، بغرز صباعي في التربه وبشوف اذا كانت رطبه مسقيش الا عند جفاف سطح التربه بعمق تقريبا 5 سم. تقريبا الافراط في الري ممكن يعمل لي امراض فطريه ويخلي النبات يتوقف عن النمو. دي اول حاجه. تاني حاجة الإضاءة وعشرة الشمس. الإضاءة، ضوء الشمس مهم جدا، من 8 ل 10 ساعات يوميا لصبار الألوفيرا. مش هنقول إن الإضاءة تكون مسلطة مباشرة على الأوراق، لا، ممكن يكون في مكان ضمن في البلكونة أو في الحديقة، بس بتصله أشعة الشمس والإضاءة بشكل غير مباشر علشان ما يعملش احتراق للأوراق. برضو هي بنلاحظ إن هي بتنمو في اتجاه الشمس، فممكن إن احنا بنلف القصيص كل شوية علشان بندي مساحة متساوية للإضاءة لو كانت الإضاءة جاية من جنب واحد. بالنسبة للتسميد، إضافة السماد، الألوفيرا عامة مش بتحتاج لعناية أو تسميد كتير، السماد الكتير بيضعفها مش بيزود نموها، بمعنى إن أنا بضيف السماد مرة واحدة بس في السنة، خاصة في فصل الربيع زي مثلا شهر مارس أو إبريل، ده أفضل وقت للتسميد، ولازم السماد يكون غني بالفوسفور. كمان من اسباب توقف النمو او ان انا الاقي اوراق النبات مش بتنمو وتكبر بشكل طبيعي هو حجم القصيص. لازم يكون حجم القصيص مناسب، لان ممكن تكون نبتة الالوفيرا محتاجة تتنقل لقصيص اكبر، زي القصيص اللي معانا ده زي ما احنا شايفين، ده قصيص عرضه كبير وبيستوعب نبتتين من الالوفيرا، وكمان فيه خلفة هتلاحظوها كده برضو في اسفل النبات، وان شاء الله هنعمل حلقة نوضح فيها ازاي بنعمل اكسار للالوفيرا عن طريق البراعم الجديده او الخلفات. لما بنقل النبات لقصيص جديد انا بشيل الصبار بالجذور بتاعته مع جزء من التربه اللي بتكون حوالين الجذور، وبتتنقل لتربه جديده بتكون مكونه من الرمل والطمي والحصى، اللي هي بتكون تربه مشابهه للبيئه الطبيعيه اللي بينمو فيها نبات الصبار. كمان برضو بشوف درجه حموضه التربه، البي اتش بيكون من 6 ل 8. إذا كانت درجة الحموضة قليلة يعني القلوية عالية، ممكن إن أنا أضيف عنصر الكبريت للتربة علشان يرفع من درجة الحموضة. ممكن كمان أضيف تفل القهوة، برضو مفيد جدا لرفع درجة حموضة التربة. بالنسبة للصبار عامة، هو مش مستحب إن هو يدخل جوه البيت، يعني الأفضل إن هو يكون في الخارج في البلكونة أو في الحديقة. اما لو كنت محتاجه ان انا ادخل النبات داخل البيت، وانا ما بنصحش بكده، بس اذا كنت عايزه شكل جمالي او مثلا في ضروره زي صقيع او بروده شديده في الخارج ممكن تاثر على النبات، فبيتنقل لمكان يكون جنب شباك كبير مساحته كافيه يدخله اضاءه وتهويه مناسبه للنبات، لانه هو مش نبات ضد. المشكله الثانيه ان انا لما بلاقي الاطراف او الاوراق اتحولت للون البني او الاحمر، يعني مثلا في النبات اللي عندي انا الحمد لله النبات عندي صحي والاطراف زي ما انتم شايفين كده لونها اخضر وسليمه. ممكن مثلا نشوف ورقه تانيه، يعني ممكن نلاقي الورقه دي، بس دي مش مقياس. هو المشكله اللي انا بتكلم عنها ان بتكون الورقه جزء كبير منها لونه احمر او بني، تكون ممكن الورقة كلها أو ممكن يتنقل الموضوع للنبات كله. معنى كده إنها بتكون اتعرضت للاحتراق بسبب حرارة الشمس الشديدة المباشرة أو اللي بتكون مسلطة على الأوراق. كمان مهم جدا إن أنا أشوف سمك الورق بتاعي، يعني لما باجي أمسك أي ورقة كده، تمام، بصوا أدي السمك بتاعها أهو، شايفين ده كده، وبضغط من هنا، يعني حتى لما بضغط كده بصوا
في مكان للايه للجل. فالورقه لو انا لقيتها رفيعه او ضعيفه يبقى معنى كده ان هي محتاجه لميه. الاوراق دايما اتجاه النمو بتاعها بيكون لاعلى زي ما احنا شايفين كده. الصبار الالوفيرا بينمو، الصبار الصحي القوي اهو بينمو الى اعلى، كل الاوراق بتتجه الى اعلى. لو لقيت الورق ابتدى، خصوصا الاوراق الجديده، لو لقيت الورقه ابتدت ان هي تتهدد وتبتدي ان هي تنزل على التربه لاسفل يبقى معنى كده ان هي محتاجه لشمس. ان شاء الله في حلقه جايه هنشوف ازاي بننقل خلفه الالوفيرا ونعمل اكسار لنبات الالوفيرا عن طريق البراعم الجديده دي، بتكون نسبتها يعني افضل من الاكسار عن طريق الورقه. دي خلفه طالعه من النبات الام عمرها شهرين، ان شاء الله هنشوف طريقه النقل الصحيحه. اتمنى تكون حلقه النهارده مفيده وعجبتكم، اشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله، في امان الله.